أشواط طويلة تمكنت من قطعها دبي الذكية في مسيرتها الرامية إلى جعل الإمارة لتكون المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وقد حققت تفوقا نوعيا يفي بذلك من خلال توفير أكثر من 1000 خدمة ذكية لغاية الآن يمكن إنجازها بسرعة وسهولة وفي أي وقت. الإمارات هي أصبحت دولة رائدة في هذه المعاني الجديدة، ليس فقط بالقمة العالمية للحكومات، أيضا بموضوع التسامح، بموضوع السعادة، بموضوع جودة الحياة، بموضوع الوثيقة التي وقعها الحبر الأعظم مع شيخ الأزهر. هذه أمور ممتازة. ولم تتحرك دبي نحو عملية التحول الذكي إلا وفق دراسات وضعت من خلالها أجندة للسعادة تهدف إلى قياس مدى سعادة الناس بمستوى الخدمات المقدمة بهدف دراسة تأثير هذا التحول إيجابيا على سعادتهم. الحكومات الذكية والديجيتاليزيشن والديجيتال ترانسفورميشن كل اللي تسميهم جزء من الحياة اليومية، يعني أصبح مش شر لابد منه، إن شاء الله خير لابد منه. الأصل في العمل كله هو خدمة المواطن، صح؟ بغض النظر كان ديجيتال، كان رقمي، كان ولا لم يكن رقمي. وفي محطة أخرى لتحقيق المستقبل منذ الآن، أطلقت دبي الذكية استراتيجية غير مسبوقة من خلال التحول الرقمي الكامل للمعاملات الحكومية بلا ورق بحلول العام 2021 للإسهام في توفير طباعة أكثر من مليار ورقة لحكومة دبي سنويا واستثمار كلفتها في جوانب تنعكس إيجابا على الإنسان وسعادته. الحكومة أصلا توجهها على أساس إسعاد المواطن، لأن الشعوب العالم كله يهمه سعادة المواطنين، الحكومات كلها تهمها سعادة المواطنين، بدون سعادة المواطنين ما في استقرار في البلد. يعني الحكومات كلها يهمها سعادة المواطنين، كيف ممكن تقدم لهم المعاملات تخليهم يعني في راحة، في استرخاء. وفي الإطار العام فقد حققت دولة الإمارات قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومع إطلاق مبادراتها للتحول نحو الحوكمة الذكية باشرت جميع الجهات الحكومية النظر في استراتيجياتها وخططها وبذلت جهودا كبيرة في توفير الخدمات الحكومية للجمهور لتكون على مدار الساعة ولتحقق جودة حياة عالية للقاطنين على أراضيها. عبدالله الزعبي، قناة الغد، دبي.